السلام عليكم. ومقطع اليوم عن أفلام الخيال والفانتازيا والمغامرات. أنا ترى مو قصدي أفلام خيال علمي، مو قصدي أفلام اللي في الفضاء واللي فيها إيليينز وكواكب، لا لا لا، ولا أفلام لها علاقة بالسفر عبر الزمن. أنا قصدي الأفلام اللي فيها سحر وغرابة ومخلوقات أسطورية وخرافية، mythical and legendary creatures، وبعد فيها كذي عنصر المغامرة. عندي كذي مجموعة حلوة من الأفلام بذكرها اليوم لكم، وطبعا في استثناءات معينة. قائمة اليوم هي بدون أفلام السوبر هيرو، أنا أوريدي سويت فيديو خاص عن أفلام السوبر هيرو، وبدون أفلام الخيال العلمي وبعد سويت له فيديو، بدون أفلام المقتبسة من فيديو جيمز بعد سويت له فيديو، وبدون أفلام الكرتون والأنيميشن بعد سويت له فيديو، بدون أفلام الأنمي اليابانية. طبعا هاي ما سويت لهم فيديو لحد الان. فقائمه اليوم فقط فانتازيا، افلام خياليه، يعني افلام سينمائيه فقط. وكل معتدل يا جماعه الخير، هالفيديو ذي مو وجهه نظري الشخصيه، انا ما شفت كل فيلم نزل في الدنيا، وكلامي غير منقوش على الحجر، وكل واحد فينا له رايه وعنده ذوقه، وكل واحد له ترتيبه الشخصي. اكرر، كل واحد له ترتيبه الشخصي. قائمتك غير عن قائمتي انا، ترتيبك غير عن ترتيبي انا. فسوي لكم كذي شاي او كوفي، او في هالحر دي سوي لكم كذي ايس كوفي، وخلونا ندش في القائمه. في مركز ال 15 عندنا فيلم Clash of Titans، من الافلام الخياليه اللي صدق عجبتني انا شخصيا، وانا ارى ان وايد ناس ونقاد ما حبوا الفيلم وفضلوا النسخه القديمه، النسخه الاصليه اللي نزلت عام 1981، بس انا شخصيا استمتعت وحبيت نسخه عام 2010، كانت مشحونه كذي خيال ومخلوقات وعفايس. الكتاب ما ضبطوا يعني الجريك ميثولوجي، ما ضبطوا الخرافات الاغريقيه عدل، حطوا بعض الاضافات اللي يعني وايد من الفانز خلينا نقول ضايقتهم. انا ترى قريت يعني كتب عن الاساطير الاغريقيه واحبها وايد، انا عندي الاساطير الاغريقيه احلى من ذا نورس ميثولوجي، احلى من عالم ثور وفريا، ولكن بغض النظر عن هالتغييرات اللي صارت انا حبيت هالفيلم، كان جدا ممتع، والمشهد الاخير صراحه كان جدا رهيب. انصحكم المتابعه. في مركز ال 14 عندنا فيلم ذا بيوتي اند ذا بيست، الجميله والوحش. انا من عشاق الكرتون الاصلي لديزني، وذي النسخه ترى عجبتني على خفيف يوم شفتها اول مره، ولكن شفت الفيلم مره ثانيه كذي مؤخرا وصراحه عجبني وايد، في كذي رونق عجيب، وانا حبيت تمثيل الابطال وحتى الموسيقى كانت وايد حلوه، وانصحكم بالمتابعه. في مركز ال 13 عندنا فيلم بيج ترابل ان ليتل تشاينا، هالفيلم ذي من روائع الثمانينات. الفيلم ترى نزل في نفس السنه اللي انا انولدت فيها في عام 1986، وذيك السنه كانت وايد عجيبه للافلام. ها، قصة الفيلم عن سائق شاحنات كذي ربشة ينقذ بنت من ساحر كذي قديم وجدا خطير في معركة أسطورية خارقة للطبيعة تحت مدينة أو تحت بلدة تشاينا تاون في سان فرانسيسكو. الفيلم من بطولة كيرت راسل وكيم كاترال، وصدق فيلم كلاسيكي ممتع، أنصحكم المتابعة من قلب. في مركز الـ12 عندنا الفيلم المظلوم والأندر ريتد Miss Peregrine's Home for Peculiar Children، من روائع المخرج تيم بيرتون المظلومة. فيلم عائلي حلو وممتع وعميق، من بطولة النجمة إيفا جرين والأسطورة ساميل إل جاكسون، وقصته عن بيت في أطفال مميزين بشكل استثنائي. لا تشوفون دعاية الفيلم، بس سيروا كذي شغلوا الفيلم تشوفوه، يعني لا تشوفون دعاية، ترى الفيلم وايد حلو. في مركز ال 11 عندنا فيلم ستار داست، وقصة الفيلم كل بساطة وبدون تفصيل عن نجمة شي تطيح على الأرض، تطيح على كوكب الأرض من صدقي، ويجي ريال، يجي رجل يعني ياخذ هالنجمة ذي، عقب تصير أشياء وبلاوي وعفسة. هالفيلم جميل وساحر وفي وايد نجوم خطيرين مثل ميشيل فايفر، بيتر أوتول، تشارلي كوكس، هنري كافل، وبعد العديد من الممثلين الموهوبين. انصحكم المتابعه من قلب، ترى هاي بعد من الافلام اللي يعني نزلت وبس الناس يعني ما تكلموا عنها او يمكن ما شافوها، شوفوا ستار داست. وفي المركز العاشر عندنا فيلم ذا ويزرد اوف اوز، من بطوله جودي جارلاند اللي نزل عام 1939، وانا ترى بعد حبيت البريكول اللي نزل عام 2013 من بطوله جيمس فرانكو، الفيلم كان اسمه اوز ذا جريت اند باورفول. ذا ويزرد اوف اوز فيلم مشحون كاركتر، مشحون كذي قلب وروح وجمال ورسائل ايجابيه، رحله شخصيه دوروثي كانت جدا رائعه مع المخلوقات، وهالفيلم ذي يعتبر من الافلام اللي تركت بصمه كبيره في تاريخ السينما، انصحكم بالمتابعه. في المركز التاسع عندنا فيلم فانتاستيك بيستس اند وير تو فايند ذم، فيلم غني عن التعريف، فيلم قصته في عالم هاري بوتر ولكن قبل احداث هاري بوتر، ولا جزء ثاني بعد ذا كرايمز اوف جريندلوالد، بعد فيلم كان جيد. انصح الناس اللي حبوا هاري بوتر
يشوفون هالفيلم. أنا متأكد أنكم شفتوه يعني، بس لازم أذكر الفيلم. وفي المركز الثامن عندنا فيلم ماري بوبينز من بطولة جولي أندروز وديك فان دايك. وهالفيلم ذي من الأفلام الكلاسيكية الرائعة اللي نزلت عام 1964، وقصتها عن مربية عندها قوة سحرية مذهلة تساعد طفلين باستخدام الموسيقى وبعض المغامرات العجيبة للتقرب من والدهم. ترى بعد في جزء ثاني اسمه ماري بوبين ريتيرنز، فيلم جدا قوي وعجيب من بطولة إيميلي بلانت. أنصحكم تشوفون الفيلمين. وفي المركز السابع عندنا الفيلم الجميل والخطير والساحر والرائع ليدي هوك من بطولة ميشيل فايفر، روتجر آور وماثيو برودريك. ما بقول لكم قصة الفيلم، لأن إذا قلت القصة بتعتبر حرق. ما بخرب عليكم التويست العجيب في هالفيلم ذي. صدق ترى فيلم تشوفوا ليدي هوك. في المركز السادس عندنا فيلم Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl، أول فيلم في السلسلة، طبعا من بطولة الأسطورة جوني ديب والحسناء كيرا نايتلي والنجم أورلاندو بلوم مع جيفري رش. فيلم فانتازيا عجيب، انتم تعرفون القصة، فيلم مشحوم مغامرات وأكشن. وللأمانة الجزء الثاني كان نص نص، كان وايد معقد. الثالث كان مللني، الرابع كان أوكي، أتذكر كان في بينالوبي كروز إذا ما خاب ظني. الفيلم اللي عقبه يعني كان كان نايس، كان زين، بس أقوى واحد فيهم الجزء الأول. الأمانة الجزء الأول يعني صج كان فيلم خرافي. وفي المركز الخامس عندنا تحفة غيلمو ديل تورو بانز لابرنث، فيلم درامي رمزي وبعد سريالي، شوي مخيف في بعض الأحيان، شوي غريب في بعض الأحيان، ولكن رائع طول الوقت. وقصته عن بنت تهرب إلى عالم الخيال بعيدا عن زوج أمها السادي والعنيف. هالفيلم اللي صج يعني طلع غيلمو ديل تورو عدل، يعني هو لا أفلام ثانية قوية بس هالفيلم صج طلع إبداع الخيالي الفانتسي اللي في مخه. في المركز الرابع عندنا الفيلم الرائع والجميل Enchanted من بطولة إيمي آدمز، باتريك دامسي وسوزن سراندن. فيلم رومانسي خيالي وفي كذي ساحرة وفي أميرة وفي مخلوقات وفي أغاني. صدق يا جماعة الخير، أغاني الفيلم راح ترسم البسمة على أتعس وجه في الدنيا. لهالدرجة الفيلم رائع وصدق يعني جميل بمعنى الكلمة. تمثيل خرافي لإيمي آدمز، وأنا ترى حبيت تمثيلها من هالفيلم ذي. يعني أنا فتحت عيني على إيمي آدمز مو من فيلم جون باغ اللي هي ترشحت الأوسكار، لا، ذي الفيلم اللي صدق خلاني أقول إن هي سوبر ستار، إن هي موهوبة، إن هي تقدر تمثل أدوار رئيسية وتعرف شلون تأثر وتسحر المشاهد. أنصحك بالمتابعة، ترى Enchanted فيلم عائلي. وفي المركز الثالث عندنا الفيلم العائلي المذهل والأسطوري والخرافي جومانجي من بطولة النجم الراحل روبن ويليامز. أنا أعشق هالفيلم، أتوقع كلكم تعرفون القصة. مغزى الفيلم كان جدا عميق وإيجابي وبعد مفيد للأطفال. فيلم مشحون مخلوقات ومغامرات وفوضى. أنصحك بالمتابعة من قلب. وأنا ترى ما حبيت يعني جومانجي 2 وجومانجي 3 اللي في ذا روك وكيفن هارت، يعني هذين ما كانوا جوي وما أحسهم يصلحون للأطفال. جومانجي 1 فيلم عائلي قوي ورسالته جدا جدا ممتازة للأطفال، فأنصحك بالمتابعة. وفي المركز الثاني عندنا الثلاثية الأسطورية الجبارة The Lord of the Rings من إخراج بيتر جاكسون. يا جماعة الخير، أنا سويت فيديو حرق نووي شامل بتحصلونه في القناة. في ذاك الفيديو سجترة عبرت لكم شقد أنا أحب هالثلاثية ذي، حبيت العالم، حبيت الشخصيات، حبيت السحر، حبيت النهاية الرائعة. هالثلاثية مخلدة في السينما ولن تنسى. وللأمانة لا تعصبون علي، أنا ترى ما حبيت ثلاثية The Hobbit، يعني Lord of the Rings هني، ثلاثية Lord of the Rings هني وهني The Hobbit، ما عجبتني وايد. يعني هي مو بسيئة بس ما عجبتني وايد، يعني ماكسيموم بعطيها 7-7.5 من 10. بس Lord of the Rings شوفوا الفيديو مالي، فيديو الحرق على القناة بتشوفون. وقبل أقول لكم المركز الأول جماعة الخير، ترى في بعض الأفلام اللي لازم أذكرها. وفي مركز الأول بالنسبة لي أنا سلسلة أفلام The Boy Who Lived. طبعاً سلسلة هاري بوتر الأسطورية، اللي تابعني من زمان يعرف إيش قد أنا أحب هالسلسلة ذي. قريت الكتب كلها، وكهالكتب
طبعا اخوي خذ كتاب مرجع لي، وعندي الكتاب القدم الاولد كفر شوي الامتان، بس انا يعني مهووس فلازم اشتغل شيء كذي ما اعرف ليش بس عادت يعني. سويت فيديو عن فولدمورت موجود في القناة، كل جزء في رسالة جميلة. عالم هاري بوتر بالنسبة لي أنا هو أفضل عالم سحري وخيالي موجود يعني في الزمن الحالي في السينما وفي الكتب. عادي أعيش في هوغوارتس وأنا مستانس، بس أهم شيء يكون في سينما هناك، بس بعد بكون وايد مستانس. وما أعتقد أن في كلمات وافية تقدر توصف لكم إشقد أنا أحب هالسلسلة ذي. وأفلام هاري بوتر صدق يعني خرافية، يمكن مو كلها بنفس المستوى، في أفلام جدا أقوى من الثانية، ولكن كقصة كجوهر وشن نهو السلسلة يعني نهو قصة هاري بوتر في القمة صج يعني amazing. أنصح كل شخص يحب الفانتازيا والخيال أنه يعطي هالسلسلة دي فرصة، شوفوا بس أول ثلاثة أفلام، إذا ما دخلتوا الجو بس لا تكملوا السلسلة، بس صج ترى هاري بوتر يعني روعة روعة يا جماعة الخير. بس هاي قائمتي الشخصية، شنو أفضل 10 أفلام من الفانتازيا بالنسبة لكم انتو؟ وإذا عندكم 15 فيلم تكتبونه بعد وايد أحسن، بس استانس إني أقرأ تعليقاتكم. وإذا حبيتوا هالفيديو ذي طقونا لايك وسوونا شير وسبسكرايب، فولو بعد على الانستغرام والتويتر. يلا يا جماعة نشوفكم على خير.